تشهد منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو منافسة حامية بين كافة المنتخبات المشاركة لحصد الذهب، لكن لحسم الذهب وبلوغ مراحل التتويج تسعى المنتخبات المشاركة للتأهل أولاً من دور المجموعات وبلوغ المراحل الإقصائية. بالرغم من بلوغ منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو مراحل الحسم، إلا أن ملامح المنتخبات المتأهلة لم تتضح بعد، لتظل المنافسة مشتعلة حتى الرمق الأخير. في المجموعة الأولى التي تضم اليابان والمكسيك وفرنسا وجنوب إفريقيا، تظل كافة الاحتمالات قائمة حتى الرمق الأخير، تحديدا بين المنتخبين المكسيكي والفرنسي، ولكل منهما ثلاث نقاط، وذلك بعد نجاح اليابان في تحقيق العلامة الكاملة منذ الجولة الثانية والصعود مبكرا بست نقاط وخروج جنوب إفريقيا من دائرة المنافسة على الصعود. أما المجموعة الثانية فتعتبر مجموعة التنافس المثير بامتياز بعد نجاح الرباعي كوريا الجنوبية، هندوراس، نيوزيلندا ورومانيا في حصد ثلاث نقاط، لتصبح مباريات الجولة الأخيرة إقصائية بامتياز. في المجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا وأستراليا والأرجنتين ومصر، تبقى كل الأمان ممكنة، خاصة أن إسبانيا تتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط، تليها أستراليا بثلاث نقاط، ثم الأرجنتين بنفس الرصيد، ومصر في المركز الأخير بنقطة وحيدة. وبالرغم من تذيل منتخبنا الوطني لجدول الترتيب، إلا أن الفوز على أستراليا قد يكون بمثابة بوابة عبور الفراعنة إلى دور الربع النهائي. في المجموعة الرابعة ما زالت كافة الاحتمالات قائمة، حيث يتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة برصيد أربع نقاط، وبنفس الرصيد منتخب الكوت ديفوار، ثم ألمانيا برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا المنتخب السعودي بلا نقاط. لتظل منافسات أولمبياد طوكيو ذات طابع خاص، كونها دائما وأبدا مصدرا للاحتفاء وسط الأمم.